فريق لبنان للراليات. جمال روبنسون بالمحاولة الأولى والثانية كمان ما بيسجل ولا وحدة منه جمال. طب بتبقى للرياضي مع اسماعيل. اسماعيل لوليد، وليد وياسر. ياسر بديله في مصطفى. وصلت لثاني ميلة لغازي، غازي لاسماعيل، اسماعيل بيسدد عن ثلاثة وبدون ما يسجل، والطابة بين ايدين مصطفى عبد السلام. ثلاث محاولات لاسماعيل احمد عن ثلاث نقاط، ما نجح بولا اي محاولة منهم. عويركي ليربانت، يربانت لثاني ميلة لبدر، بتوصل للامين، لمين جوارا ليربانت، يربانت عن ثلاثة، يربانت ما عم بينجح. استقبال على كل طابة. طابي لغازي، غازي عم يراقبوا علي عويركي، بينقلها لياسر. محاولة جديدة لياسر عن ثلاث نقاط. ياسر هيدي محاولته الرابعة. بيتروفيتش وعزمي بالمقابل كمان محاولة ثلاث نقاط لمصطفى. المحاولات كلها بهاللحظات عم بيكون مصيرها الفشل، والنتيجة بتبقى على حالة 46-34. يعني فرانسوات الهجمة بالطرفين ما عم بتطول أكثر من ثانيتين. خطأ على مصطفى عبد السلام، الخطأ الرابع على مصطفى. ومثل ما كنت عم بتقول جورج ببداية هالمباراة، يمكن غياب عبدو عم بيأثر شوي على تشكيلة فريق الأنترانيك. ست دقايق مرقوا ببداية هالشوط الثاني. بهجت عم نشوفه دخل بدل من يربان، ومحاولة أولى لياسر. ست نقاط ياسر. طابي لبهجت، بهجت محاولة لتوقيف الطابي من وليد دمياطي اللي كنا بتنتهي بخطأ. خطأ رح يعطي تسديدتين لبهجت شدياء. نرجع نشوفه. بهجت عم يسجل أول نقطة لإله، والثاني كمان بسجلها بهجت. نقطتين لبهجت شدياء، الفريق نزل ل 12 نقطة من بعد ما كان 14، وهيدي خامس نقطة لفريق الأنترانيك بهالشوط الثاني بعد مرور 6 دقايق ونص. بينما التنسيق بروعة بين اسماعيل وجمال بيأدي لهالدنك من جمال روبنسون ونقطته 13، مع العلم انه فريق الرياضي صار مسجل 15 نقطة بالست دقايق والأربعين ثانية اللي صاروا قاطعين. نرجع نشوف بالمقابل تنسيق بين اسماعيل وجمال. وصل في الخمسين نقطة لمصلحة الرياضي مقابل 38 نقطة للأنترانيك. تايم اوت تاني لكوتش الأنترانيك جورج بيتروفيتش وروبنسون. لاعب جديد دخل بصفوف فريق الأنترانيك وهو اللاعب رقم 8 زكريا البابا. بيستلم بهاللحظات زكريا، بردها لبهجت. محاولة جديدة للأنترانيك تنتهي بهالوكينج كمان. استعجل شوي اسماعيل واستعجاله وصلوا لهالوكينج بهالوقت. فرانسوا كينغزلي تم معالجته وبنتصور رح يكون بالملعب خلال لحظات. طابي مقطوعة بيقطعها جمال، وداني بيحاول يرجع يسيطر على الوضع لكن مش لوقت طويل لأنه تنسيق
بين غازي واسماعيل وجمال روبنسون ادى لهالدنك الرائع لجمال روبنسون. لعبه سريعه سريعه جدا ورائعه بالفعل. جمال روبنسون نقطه ال 15 و 52 38 بهالوقت. محاولات الانترانيك كلها عم بتكون مصيره مثل ما شفتوا. ياسر عن ثلاثه. ياسر بابو محاولته الخامسه عن ثلاث نقاط، سجل وحده بس ببدايه المباراه، ومن بعدها اربع محاولات كلها فشله لياسر حج. 52 38. خطا جديد على الرياضي هالمره من اسماعيل احمد يلي عم يرتكب خطاه الثالث. زكريا البابا بيتوجه لمقاعد الاحتياط، بيدخل بدل منه يرفانت اباكيان، وكمان في عندنا بهجت على مقاعد الاحتياط بديله فيت لمين او علي عويركي، وكينغسلي بيدخل بدل من مصطفى عبد السلام. كينغسلي اكيد رح تلاحظوا انه تمت معالجته بسد اول محاوله ثلاثيه ريباوند للامين. لامين بيتابع ولامين بينجح. 8 نقاط للامين ديوارا. 52 40 الفريق نزل ل 12 نقطه. باقي بعد 11 دقيقة و20 ثانية لنهاية المباراة. جمال بيعطي اسماعيل وجمال تنسيق تام بيناتهم، وفي 3 سكندز على جمال روبنسون. هيك بيقول الحكم الاوكراني رومان ريزيك، وتيرن اوفر والطابة مجددا لمصلحة الانطانيك مع كينغسلي اودودير، والنتيجة 52 40. داني محاولة ثلاث نقاط بترفض انها تدخل محاولة داني عون. محاولته الرابعة عن ثلاث نقاط، سجل وحدة بس من اربع محاولات. غازي وليد وليد بيروق اللعبة اكثر، بيرجع بيعطيها لغازي، ولكن طابي توصل لخارج الملعب لمصلحة فريق الانترانيك. مثل ما شايف فرانسوا ريتم الماتش خف شوي، لانه هلا صار في لعب بحذر الفريقين. لو كان الرياضي عم بيريد يحافظ على التفوق ما بده يخسر طابات سهله، بنفس الوقت انترانيك عم بيبحث لياخذ شوطه اسهل، عم ببرم الطابه ليحصل دائما على بوزيشن افضل. ولامين ديوارا بينجح بتطبيق تمرير الطابه بين لاعبي الانترانيك. ولحظات قليلة كان سجل نقطه العاشرة. جمال ياسر، ياسر بيردها لجمال، جمال لثاني ميلي لغازي، بتوصل لوليد، وليد بقرر يخترق وبيقطع حدود الملعب. وليد دمياطي بخطأ ارتكبه لمين جوارة. طب بتبقى للرياضي ومحاولة ثلاث نقاط لوليد، هي محاولته الرابعة، نجح بوحده من اربعه والطابه خارج الملعب لمصلحه الرياضي. كينغسلي جرب يشتغلها بزكا مع ياروتسكي، لكن مثل ما شفتوا الطابه خارج الملعب لمصلحه الرياضي. وريزيك بيقول له لياروتسكي انه هو شافها، لمسها اللاعب كينغسلي اودودير قبل ما تتجه لخارج الملعب. حلوه كثير اسماعيل عم بيعمل طابات حلوه كثير، لكن هالمره ياسر فشل بالتسجيل مثل ما لاحظتوا، وانتقلت سريعا من كينغسلي لداني. داني محاولته وخطا من يرفانت اباكيان. فينا نقول فرانسوا يعني داني هون اليوم عم بياخذ شوطات لازم ياخذها، وعم بيكون بوضعيه بسدد حر بس ما عم بيتوفق. مروان علي احمد دخل بدل من وليد دمياطي، والفارق حاليا 10 نقاط مع دخولنا 50 ثانيه بمنتصف الشوط الثاني. اسماعيل عم تشوفوا التمريرات اللي عم بمرقها اسماعيل، ولكن مره جديده لمين جوارا بيوقف بوجه ياسر الحج وبيمنعه من التسجيل.
طابي مقطوعة، مروان علي أحمد قطعها من كينغسلي، كينغسلي عم بيحاول يعود لكن مروان علي أحمد يتركها لجمال لكنها كانت أقرب لمصلحة كيرفانت أباكيان. فعلا ارتداد سريع لعلي عوايكي. والطابي من كينغسلي، كينغسلي بيحصل على خطأ من جمال روبنسون، الخطأ الثاني على جمال روبنسون. فريقين معهم أربع أخطاء للرياضي مقابل خمسة للأنترانيك. لامين بيعطيها ليرفانت، يرفانت بغير اتجاه لناحية داني، داني لكينغسلي. فرنسوا الفريقين جربوا اللعب السريع من بداية الشوط الثاني والفريقين وصلوا لنتيجة انه اللعب السريع كان عم بيضرهم. هلا عم تشوف الستركتور من الطرفين تقريبا متشابه، طابع عم تبرم على القليل 20 ثانية. علي عويركي بيتعثر بيرجع بيأمن طابته لناحية لمين، توصل لداني، داني بينقلها لكينغسلي عن ثلاث نقاط، ما نجح التسديد كينغسلي. وبذات الوقت طابي خارج الملعب لمصلحة الرياضي. سبع دقايق و43 ثانية، 40 ثانية 39 مثل ما عم تلاحظوا، الثواني عم تمرق بسرعة. والفارق 10 نقاط لمصلحة الرياضي، 52-42. اسماعيل، اسماعيل بيقرر يخترق لكن بوجهه في لامين يلي بيمنعه، والطابة بالنهاية بين ايدين لامين. حلوة كتير، حلوة كتير لنيجيري الانفرانيك كينغسلي يلي بيستعرض بيخترق دفاع المنطقة من الرياضي وبيسجل سلة حلوة كتير وبينزل الفريق لثمان نقاط مع دخولنا اخر سبع دقايق. ياسر بيرجع بيرد لمروان، اسماعيل لغازي، غازي عن ثلاثة محاولة، غازي عن ثلاث نقاط بشكل ناجح. تاني تسديدة لإله بهالشوط الثاني واثنيناتهم ناجحين، جمع ست نقاط بهالشوط الثاني وست بالشوط الأول ليكون مجموع نقاطه حاليا 12 نقطة ويرجع يكبر الفارق 11 نقطة لمصلحة فريقه. مروان علي أحمد هو اللي عنده ثاني على مروان علي أحمد. لامين ديوارا بيتوجه على مقاعد الاحتياط بدل منه عم يدخل مصطفى عبد السلام. كينغسلي وحلوة جديدة لكينغسلي لكن هالمرة محاولته ما انكتب لها انها تكمل للنهاية، عكس محاولة جمال روبنسون. روبنسون 17 نقطة وكل منها العيار. تسديدات جمال روبنسون ما عم بيجرب ياخذ تسديدات عاديه، كل تسديداته دانك جمال روبنسون وكلها عم تيجي من بعد فاست بريك عم بيطبقوه لاعبين رياضي وهجمات مرتده سريعه ناجحه 100%. كينغسلي ليرفانت، ليرفانت بيدخل بياخذ تسديده اكيد اكثر، نقطتين ليرفانت وبنرجع بنشوف دانك جمال روبنسون من الزاوية الثانية والاسيست الرائع من مروان علي احمد. 57-46 الوضع بعده على حاله، 11 نقطة لمصلحة الرياضي باخر خمس دقائق و 12 ثانية. تيرن اوفر وداني يرجع بيقودها لكينغسلي، كينغسلي بيسدد عن ثلاثة. كينغسلي هالمرة بعد ثلاث محاولات، الثالثة ثابتة مع كينغسلي، 14 نقطة 57-49 الفارق نزل لثمانية مرة جديدة. مروان وغازي كانوا عم يتنقلوا الطابات قبل ما توصل لجمال روبنسون، روبنسون لغازي، غازي بيموه عن ثلاثة بيعطي ياسر، ياسر دخل سدد ولكن بدون ما يتوفق. اسماعيل أحمد بياخذ الريباوند وكمان ما بيتوفق. طابي بتنتقل بعد ريباوند من مصطفى لكينغسلي،
هلا فرنسا بدنا نشوف السيناريو اللي معودنا عليه دائما بهيك لحظات كينزلي بياخذ الماتش على عاتقه، ولكن كينزلي ينجبر يرتكب خطا الرابع حتى يوقف دنك جديد لجمال روبنسون وبيعتذر منه بكل روح رياضيه. كينزلي صار معه اربع اخطاء. كينزلي عم بيحكي مع مدربه عم بيقول له ما كان لازم يرتكب الخطا لانه كان جمال اصلا زحط على الارض، يعني ما كان عنده كنترول على الطابه. حتى كمان جمال روبنسون تسديداته الحره نسبتها عاده بتكون عاليه. محاوله بيسجلها الاولي 18 نقطه لروبنسون. المحاوله الثانيه ما بيسجلها، بيبقى رصيده 18 وتقدم فريقه 9 نقاط. 4 دقائق و4 ثواني لنهاية الشوط الثاني والمباراة. كينغزلي بيستلم، كينغزلي بيغير الاتجاه، بيموه، كينغزلي بيعطي داني، بيرجع بيسلمه داني. كينغزلي بيراوغ، بيجرب يعطي داني هالمرة لكن الطابة بتضيع عليه وبيسدد عن 3 نقاط. طابته ترتد ليرفان ومتابعة لمصطفى عبد السلام. 17 نقطة مصطفى عبد السلام والفارق 7 نقاط حاليا 58-51. نشوف شو راح تكون او شو راح يكون الرد من شريف عزمي. بيتروفيتش عم بيشير لحكام الطاوله بيطلبوا لتايم اوت. 10 ثواني للرياضي حتى ينفذ الهجمه. هو التايم اوت الثالث كمان فرانسوا، شغله مهمه بالباسكت بيكون ماتش كلوز جيم، يعني التايم اوت بيربحك ماتش يعني. 30 ثانية بينتهوا. دفاع جيد جدا من ناحية الانترانيك، منع لاعبي الرياضي من تنفيذ المحاولة بعد ما احتفظوا بالطابة. 30 ثانية وتايم اوت بيطلبوا جورج بيتروفيتش. ثلاث دقائق وست ثواني عم نتوجه لنهاية المباراة. 7 نقاط لمصلحة الرياضي. لنشوف جورج بيتروفيتش شو الهدف او شو التعليمات يلي عطيها للاعبينه بعد هالتايم اوت. كينغزلي عم يتراقب بشكل منيح، بيعطي يرفانت، يرفانت بيدخل، يرفانت بيعطي علي عويركي تحت السلة وعلي بيسجل سلة تقليص الفارق ل5 نقاط 58-53. بالفعل عودة رائعة للاعبي الانترانيك لاجواء هالمباراة، والفارق حاليا منه الا 5 نقاط باخر 2:30. غازي عم ياخذ العملية على عاتقه، بيعطي ياسر، اسيست رائع من غازي لياسر، وياسر بيرد على علي عويركي وبيسجل نقطته الثامنة 60-53. كينغزلي عم بيتحضر يمكن للدخول، وبالفعل بيدخل وبيسدد ولكن ما بيتوفق. اسماعيل على الريباوند وسريع على جمال روبنسون وخطا على لاعب الانترانيك علي عويركي، وهو الخطا الثالث على علي عويركي. نرجع نشوف طبي اذا لاحظتوها كمان كانت فلتت من جمال روبنسون، ومشان هيك عم نشوف جورج بيتروفيتش متضايق شوي. الاخطاء حاليا عم بتكون لمصلحه الرياضي لانه فريقه وصل للخطا السابع. ياسر لغازي، وليد، اسماعيل عم ياخذ كل وقته لوليد. وليد بيقرر يدخل ويعطي طابه لياسر. ياسر عن 3 مره جديده لكن هالمره مش موفقه، وذكيه جدا من مصطفى عبد السلام يلي ما شاف حاله كثير مسيطر على الوضع. بيسدد طابته صوب اسماعيل وبيتركها تخرج خارج الملعب. وحتى يستفيد من الوقت كينغزلي بيترك الطابه تخرج شوي قبل ما يرجع يستلمها، يعطي